أنا بولا عاطف، هندسة الفيوم، هتخرج سنة 2023. عرفته من زمايلي في سنة رابعة اللي أكبر مني، نصحوني بالتدريب هنا. تقييم هذه التاسكات إن هي كانت مفيدة، وهي دي اللي بتخليك تطلع بالمعلومة عن محاضرة أو فيديو، وهي أهم حاجة حلك أنت للتاسكات وتطبيقك بإيدك. الحلول النموذجية يعني كويسة، كانت بتعرفني برضه أنا غلطت في إيه وكده. هي الصراحة يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليني أعرف أحل التاسك هي الفيديوهات، لأن أنا ساعات كنت بطلع من المحاضرة مش فاهم أوي، فهي الفيديوهات دي كانت كويسة يعني، وهي اللي بتخليني أعرف أحل التاسك وكده. لا الصراحة دي أحسن مرحلة عديت فيها في التدريب الصراحة، مرحلة المشروع، إنهم يخليهم منتظمين على حل التاسكات، لأن هي دي فعلا الحاجة اللي هيطلعوا بيها من التدريب.